هاد الوصفة كتغنيك على جميع الوصفات اللي ممكن ديريها باش تحيدي التجاعيد. وصفة من بين أحسن وأقوى الوصفات في إخفاء التجاعيد. ولو تكون عندك 50 سنة غادي تصغري أختي وغادي تجبدي ليا ديك البشرة ديالك. وصفة غزالة ما شاء الله، بوتوكس طبيعي، غادي يعجبكم، أنا متأكدة غادي يعجبكم، غادي يعجبكم. ضروري ما تجربوا هاد الوصفة هادي وترجعوا تردوا عليا الخبار إن شاء الله في هاد الفيديو هذا. المهم البنات، بالنسبه للوصفه غادي نحتاج ليها هنايا بياض البيض كما كتشوفوا، بياض بيضه واحده وتكون صغيره هانتوما. من بعد البنات هذا البياض ديال البيض شنو غادي نزيد عليه؟ غادي نزيد عليه واحد المكون اللي عجيب ما شاء الله. ديجا بياض البيض راه كيصلح بزاف بزاف للتجاعيد، ما شاء الله ما شاء الله، ما كيبقاوش نهائيا، كيعطيك واحد النضاره وواحد واحد الاكله واحد الرطوبيه زوينه في البشره ديالك. هاد الوصفه صراحه معجزه، ضروري ما تجربوها، راه اكيد 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 غادي تعجبكم. المكون اللي غادي نزيد على بياض البيض اللي هو بذور الشيا. بذور الشيا البنات مفيده بزاف للبشره، للشعر، مفيده للتجاعيد، فيها عده فيتامينات، فيها الكولاجين، يعني كتحفز لينا الكولاجين في البشره ديالنا. فيها واحد لو جيل، الا ديجا انت تبختيها ولا هذا، غادي تقدري تخرجي منها واحد لو جيل اللي بحال الشكل ديال الالويفيرا، او مثلا لو جيل بحال ديال زريعه الكتان. هذاك لو جيل هو اللي كيخفي لينا التجاعيد، هو اللي كيرطب لينا البشره، هو اللي كيحمي لينا البشره وكيعطيها واحد النضاره. غادي نستعمل غير معلقه هكا صغيره مع هاد البياض ديال البيض. هادي وصفة حصرية على القناة ديالي، عمرني ما بارطاجيتها، واخا نتوما ما كتفاعلوش مي كنحاول انني نجيب لكم ديما الجديد. من بعد البنات غادي نزيد واحد المكون ما شاء الله طوب في النضارة ديال البشرة، في توحيد لون البشرة، في اخفاء التجاعيد، اللي هو هذا الزعفران شعرة كما كتشوفوا. ديجا انا راني شويه يعني دايره فوق السخونيه باش هكا كيكرم صافي، وكنديرو فحال هكا على هاد المكونات. من بعد البنات شنو هي هاد الوصفه؟ كيخص تصاوب بهاد الطريقه، ماشي تشدي كلشي وتخلطيه دقه واحده، لا خاصك تصاوبيها فحال هاد الطريقه هادي البنات باش كتعطيك واحد النتيجه سوبر. شنو هي الطريقه؟ هي انه كديري هاد ثلاثه المكونات و كتخلطيهم مع البياض ديال البيض مزيان مزيان، يعني كتخلطي مزيان ماشي شويه وانما بزاف، كتخلطي هاد بياض البيض مع هاد المكونات الاخرين حتى كينسجموا مزيان، حتى الزعفران كيطلق مزيان، حتى بذور الشيا كتحل وكتنفخ وكتطلق لو جيل في هاد البياض ديال البيض. انا غادي نحركها مزيان مزيان ونعاودو نرجعو، غادي نخليها تقريبا واحد ربع ساعة ياك، عاد غادي نضيف المكونات اللي مازال باقية، فهمتوا؟ ضروري هاد المكونات يتفاعلوا مزيان مع بعضياتهم، وبذور الشيا تفك كما كنقولوا تنفخ في بياض ديال البيض، ونخلط مزيان حتى تولي ليا هاد يعني تولي ليا هاد الخليط هذا بحال الرغوة، وعاد نرجع باش نوريكم باقي المكونات اللي غادي نزيد على هاد الوصفة هادي. هانتوما البنات بعد ما طربت مزيان الوصفه، شوفوا اللون راه كيتغير، الزعفران كيطلق، هذيك الصفوريه ديالو راه الكاميرا ما كتبينش ليا مزيان مي راه طلق مزيان مزيان كما كتشوفوا البنات. ها نتوما دابا غادي نزيد واحد المكون اللي ما شاء الله يعني كيدرق لينا هذوك الخطوط الرفيعه اللي كتكون في البشره، كيعمرهم صراحه هذوك الخطوط، ما كيبقاوش كي بحال كنقولوا يعني بوتوكس طبيعي. شنو هو هذا المكون؟ اللي هو الخميره المعجونه اللي معروف عليها كتعطيك تبييض وكتعطيك نضاره للبشره، وكذلك كتزيد في الخديدات، كتسمن لينا الوجه. وهاد الخميره انا زدتها على قبل هذوك الخطوط يعني باش كتعمرهم ما كيبقاوش يبانوا. انا كندير شويه الخميره معجونه واحد يعني معلقه صغيره، وغادي نمزج مزيان هاد الخميره مع هاد المكونات. هانتوما البنات راها وصفه واعره كنصح بها العيالات اللي عندهم هاد المشكل هذا،
ديال التجاعيد. غادي نخلطها مزيان مزيان وغادي نزيد هنايا البنات، غادي نزيد هنا، غادي نزيد البنات معلقه ديال الحليب بودر، الحليب البودر كما كتشوفوا. صافي بقى لي دابا غير نمزج مزيان مزيان هاد المكونات هادو ونخلطهم مزيان مزيان حتى كنحصل على واحد الكريمه. وعاد غادي تشوفوها معايا في التطبيق، يعني ملي غادي نجي نطبقها على البشره ديالي غادي تشوفوا كل شيء على عينيكم. هانتوما البنات، هانتوما البنات، بعد ما خلطتها مزيان مزيان هذا هو القوام ديالها. راه كتكون في اللون الاصفر غير ما كتبانش مزيان في الكاميرا. صافي وغادي نوريكم طريقه التطبيق ديالها. اهم حاجه البنات هذه الوصفه كتبغي تخدم مزيان مزيان وكتبغي تخدم بالطريقه اللي انا بارطاجيت معاكم. هانتوما البنات شوف، هانتوما البنات قلت لكم هذه الوصفه هذه راه كتغنيكم على جميع الوصفات اللي ممكن انك تحطيهم في لابو ديالك باش تحيدي التجاعيد. وصفه من بين احسن الوصفات هاد الوصفه هادي، راه كتصلح حتى البنات اللي قدي، لانه هاد العصر صراحه ولا كلشي كيشرف قبل الوقت، ولا كلشي كيجيو التجاعيد قبل الوقت. داكشي علاش كنقول للبنات اللي قدي راه هاد الوصفه حتى هي يعني غادي تنفع لكم البشره ديالكم. واما العيالات، العيالات اللي اجي شي شويه هذوك خلاص هاد الوصفه هذه راه ديالتهم صراحه، راه ما شاء الله ما شاء الله، يعني كتعطيك نضاره، كتعطيك ترطيب، كتعطيك يعني توحيد للبشره، البشره كتجبد ما كتبقاش مرهله، يعني هذوك الترهلات اللي كتكون في الوجه ديالك راه ما كتبقاش. ولكن هاد الوصفه هذه ما كتحطيهاش غير صافي، غير كتحطيها وتغسليها وصافي وتسني ان التجاعيد يتحيدوا، لا كتحطيه على البشره ديالك وفي نفس الوقت وانتي كتماصي، يعني كتماصي 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 تقريبا. المهم الوصفه كتحطي تقريبا واحد ربع ساعه ياك، وتكوني اختي ما عندك ما يدار باش تقدري تعطيها حقها وتعطيها يعني وقت. ما شاء الله كتعطيك واحد الرطوبيه غزاله، كولاجين طبيعي، ضجيج البيض ديال البيض راه معروف على انه يعني كيحيد لنا التجاعيد وكيشد لنا البشره مزيان مزيان. لابو اصلا كتحتاج البيض ديال البيض، كتحتاج الصفار ديال البيض، هادو بجوجهم راهم ماسكات طبيعيين وما شاء الله كيعطيوك واحد واحد النتيجه غزاله يا البنات. هنا البنات انا راه كنحط على الوجه ديالي هاد الوصفه، ولكن ضروري يكون الوجه نقي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا كريم ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه. هنا من بعد ما كدوز ديك ربع ساعه كنغسل وجهي، وشنو كندير؟ كندير الزيت ديال الجنجلان، الزيت ديال الجنجلان حتى هو ما شاء الله زوين كيعمر لينا هذوك الفراغات، كيعطيك نتيجه سوبر. جربوا هاد الشيء هذا وردوا عليا الخبر. وضروري الماساج، ملي كديري هاد الزيت هذا في الاخر ضروري الماساج وضروري الحركات، لان هذوك الحركات هما اللي كيساعدوا على ان هذوك الخطوط ما يبقاوش، فهمتوني؟ صافي كديري الماساج حتى كتشرب لابو ديالك هذيك الزويته كامله، وكتبقاي ديري هاد الوصفة هادي يوميا يوميا، يعني بدون استثناء يوميا، راه ما شاء الله غادي تحصل على واحد الريزلطة ما شاء الله خطيرة، ونتيجة ليها تكون ملحوظة. ما تنساوش خصكم فاطمة الزهراء بلاي لايك ودعموا الاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس، ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم هاد الساعة.